سؤاله الثالث يقول: هل هناك نسبة معينة ومحددة شرعا للربح في التجارة، أم لا حدود فيه مشروعة حتى لو بلغ الضعف أو الضعفين؟ لا حدود للربح في التجارة، لأن الله سبحانه وتعالى أباح التجارة والبيع والشراء من غير تقييد بحد معين، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولم يحدد الربح إذا كان هذا الربح يجري على الوجه الصحيح وعلى الوجه المشروع. أما إذا كان على غير الوجه المشروع، يعني يكون ربحا ربويا أو فائدة ربوية، أو كان فيه استغلال حاجة الفقير والمضطر، يكره أن الإنسان يستغل حاجة المضطر ويزيد عليه زيادات باهظة لأنه محتاج ومضطر، يكره له هذا. نعم. حتى لو وصل الربح إلى الضعف، مثلا ضعف القيمة أو ضعفين، ما في تحديد، خصوصا إذا كان فترة الربح لارتفاع ثمن وغلاء الأسعار، لا شيء في هذا. إنما كما ذكرنا، ينبغي المسلم أن يتسامح مع أخيه المسلم وأن لا يثقله بالدين وثمن، خصوصا إذا كان مضطرا ومحتاجا. نعم. ينبغي يراعي حالته.